ظاهرة التغير المناخي تتفاقم ومستويات مياه البحار آخذة في الارتفاع، فكيف يمكن للبشرية مواجهة ذلك؟ نحن بحاجة إلى مساحة للمياه وأخرى للبشر، والبناء فوق الماء سيكون الخطوط المنطقية التالية. هل تمثل المدن العائمة إجابة على التحديات التي يفرضها التغير المناخي؟ تقنياً هناك منصات يمكنها الصمود في مواجهة الأعاصير. الحفاظ على البيئة وعلى الموارد والعيش في سكن عائم، هل سيصبح كل شيء على ما يرام فوق الماء؟ نحتاج لتقنيات المساكن العائمة وبأسعار مناسبة. من لا يرغب في السكن بالقرب من الماء؟ معظم مدن العالم الكبيرة ساحلية أو على ضفاف الأنهار الواسعة، إلا أن توقعات الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ قاتمة. على العالم أن يستعد لمواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر من متر إلى مترين بحلول عام 2100 في وقت تنمو فيه المدن. فهل سنعيش قريبا فوق الماء؟ حلم يتبعه المهندسون المعماريون منذ عقود. لقد سبق لمهندسين كبار أن طرحوا تصاميم لمساكن فوق الماء، لكنها الآن أصبحت ضرورة لأننا بحاجة إلى حلول لمواجهة الاكتظاظ السكاني والتغير المناخي. كون أولتهاوس التزم بهذه الرؤية وصمم وبنى قرابة 400 منزل عائم كهذا الفندق في الثمانينات، لكن حتى الآن لم تنتشر المنازل العائمة على نطاق واسع كامتداد للمدن. المياه موقع مثالي يمكن من خلاله تنمية المدن وجعلها أكثر أماناً وأقل تكلفة. فعندما يتطلب الأمر في المئة سنة القادمة زيادة ارتفاع حواجز الحماية 10 أو 15 متراً، فمن الأفضل والأكثر أماناً البناء مباشرة فوق الماء لترتفع وتنخفض المساكن حسب مستوى المياه. بدون حماية السواحل سيكون ثلث الأراضي الهولندية تحت الماء، لكنها عملية شاقة، فسدود ميسلاند العملاقة تحمي منطقة روتردام من الفيضانات، وكل بوابة بحجم ووزن برج إيفل. زيادة علو السدود متبعة منذ عقود، وفي ألمانيا أيضاً حيث الخطر لا يأتي من البحار فقط بل من الأنهار أيضاً. الأمر لا يتعلق بمزيد من المساكن أو مراعاة مستوى المياه فقط، بل المزيد من المرونة أيضاً. فمجتمعاتنا تتغير بسرعة ومعها التطورات السياسية والتقنية، وعلى المدن التفاعل مع هذا التطور. فلحماية منزل بعد 50 أو 70 سنة قادمة علينا بذل جهد كبير، لكن لو بني فوق الماء سيصبح من السهل حمايته بسرعة. كون وفريقه صمموا أول مدينة عائمة في العالم في المالديف، 5000 منزل عائلي ل20,000 شخص، والمنازل متصلة ببعضها عبر شوارع وقنوات وجسور. في أفضل الحالات يمكننا توجيه الجسور وكأننا نتعامل مع القوارب، أي قيادتها إلى حوض السفن والعودة. الصيانة فوق الماء أكثر تعقيداً منها فوق اليابسة، إذ لا بد من صيانة الجسور كل 20 سنة، واستبدالها مهمة صعبة. فأمدادات المدينة مرتبطة بشبكة تحت الشوارع والجسور والمنازل، والتي تسبح على طوافات فوق الماء بعمق 1.20 متراً تقريباً. إن بناء منزل عائم قد يكون مكلفاً بسبب الطوافات التي يبنى عليها، لكن تكلفة التصميم بشكل عام مناسبة، فسعر الأرض تحت الماء أقل من سعرها وسط المدينة، ما يجعلها رخيصة، وهذا مهم. فنحن لا نريد البناء للأغنياء فقط، فإذا أردنا حل مشكلة المدن كما في مالي، علينا بناء مساكن بأسعار مناسبة. في عاصمة المالديف مالي يعيش 250,000 شخص على 8 كيلومترات مربعة فقط، وغالباً ما يعيش 10 أشخاص في سكن من غرفتين.
كما تنتشر أجهزة تكييف الهواء لمقاومة الحرارة الاستوائية في كل مكان. على الرغم من ذلك، يرى سكان المالديف أن مالي هي الأفضل وينتقلون من الضواحي والجزر الصغيرة للعيش فيها. فهناك في العاصمة يجدون خدمات صحية ومدارس وفرص عمل أفضل. نحن هنا في جزر المالديف نشعر بوضوح بتأثيرات التغير المناخي، وعانينا من تسونامي وارتفاع مستوى سطح البحر. لذا فمن الضروري توزيع السكان على الجزر الصغيرة. الناس يريدون بدائل لاستصلاح الأراضي ويبحثون عن حلول آمنة لكي يعيشوا خارج مالي. نعتقد أنه الوقت المناسب لتنفيذ خطط بناء المدن العائمة. على بعد 15 دقيقة بالقارب من العاصمة، تريد الشركة الخاصة داتش دوكلاندز بناء مدينة عائمة في بحيرة مساحتها 200 هكتار على جزيرة مرجانية. تم الانتهاء من أول 4 منازل، وسعر الواحد منها 250 ألف يورو، وعلى مساحة تصل إلى 220 متراً مربعاً، وهذا سعر مناسب للطبقة الوسطى أيضاً. تحت البيوت الخشبية توجد تقنيات حديثة لمعالجة واستخدام مياه الصرف الصحي لري الأشجار مثلاً. والمستقبل سيثبت قدرة النظام البيئي الحساس للشعاب المرجانية على التعامل مع أسس المنازل الجديدة وحركة التنقل وتقلبات التيارات البحرية. المسؤولون يعدون هنا بمدينة صديقة للبيئة ومحايدة مناخياً. هذا ما ستبدو عليه المنازل المكونة من طابق أو طبقين. الشوارع مغطاة بالرملة، ونولد الطاقة من خلال وحدة الخلايا الشمسية وتوربينات تدفق المياه، ونستخدم مياه البحر للتبريد. من أجل تبريد المنازل بطريقة موفرة للطاقة، يتم إمداد الجدران بمياه من الأعماق برودتها 7 درجات، فالاستغناء عن أنظمة التكييف يقلل من متطلبات الطاقة المنزلية بنسبة 60%. أما الطاقة المتبقية فتأتي من الألواح الشمسية وتوربينات تدفق المياه في البحر. المدينة ستوفر ملعباً لكرة القدم ومساجد ومكاتب، وستكون ملائمة للعيش كما في مالي. في الماضي كنا نذهب للصيد يومياً ولم نكن بحاجة للتاكسي للذهاب للسباحة. المدينة بنيت كقرية تقليدية لكن بتقنيات بناء حديثة. تصور مدينة عائمة ومحايدة مناخياً باستخدام التقنية رؤية مثيرة، لكن هناك أصوات معارضة. لست متفائلة بأننا قادرون على التكيف في الوقت المناسب. فهل المدن العائمة والبنى التحتية جاهزة في بلدان وسط محيطات شاسعة كبلدنا؟ إنها فكرة مثيرة، لكنني أشك بأن ذلك هو الحل المثالي لمواجهة التغير المناخي، لأن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً. جزر المالديف مجبرة على مواجهة التغير المناخي الذي تسببت فيه دول أخرى، فلم يعد هناك شاطئ طبيعي في مالي، والعاصمة محاطة بسور خرساني، فهي لا ترتفع عن سطح البحر سوى نصف متر. الحكومة تخصص 30% من ميزانيتها على التكيف مع التغير المناخي، وذلك على حساب الاستثمار في التعليم والمستشفيات وبناء الطرق. لا أريد أن أرى بلدي غير صالح للسكن، ولو وصلنا على هذا النحو ربما سأعيش هذه اللحظة، لكنني أؤمن أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتغيير هذا الوضع وإنقاذ بلدنا وبلدان أخرى. مع ارتفاع حرارة الأرض 1.1 درجة مئوية، نشهد تآكلاً للسواحل في كل جزيرة، والجزر المأهولة لم تعد فيها مياه عذبة، وفي موسم هطول الأمطار تغمرنا المياه. نعاني أيضاً من فيضانات السواحل، كما أن الشعاب المرجانية الجميلة تتلاشى، لأن كل عام أكثر حرارة من العام الذي يسبقه. الشعور بالتغير المناخي ملموس في أوروبا أيضاً، فالمدن أصبحت أكثر اكتظاظاً كما في أمستردام، فوسط المدينة أصبح ثقلاً على المواطنين ذوي الدخل العادي،
والمنازل العائمة مشهورة في هولندا منذ قرون، فلماذا لا يتم استغلال مساحات المياه في المدن بشكل أكبر؟ في عام 2010 تم بناء حي سكني عائم يبعد 15 دقيقة عن وسط أمستردام، وهو مكون من 60 منزلاً، مزيج من منازل ملكية خاصة وأخرى للإيجار بأسعار مناسبة. قبل 12 عاماً قرر والدا ستيف شراء منزل هنا. لم نرغب بالسكن في المنازل التقليدية التي تصطف باتجاه واحد وحدائقها متشابهة. يان يحب المراكب، وابن ستيف يحب الماء، ولم يكن صعباً اختيار هذا المنزل. من الملائم جداً أن يرسو القارب بجوار المنزل المحاطي بالمياه، فالعيش وسط المياه ليس مملاً، والجيران يسبحون أمامنا. إنها فكرة جيدة. مركز المدينة كان مكتظاً بالنسبة لساشا ويان، كما أن ابنهما افتقد للعب في الخارج. في رأس السنة يذهب الجيران للسباحة الجماعية. قرية وسط المدينة وشعور كبير بالتقارب بين السكان نشأ في ستايجرلاند. المنازل والأرصفة ترتفع وتنخفض بحسب منسوب المياه. أجزاء كبيرة من الطوابق السفلية تحت سطح الماء. الأساس يتكون من صندوق خرساني عائم مدعم جزئيا بعوامات بلاستيكية نستخدمها لتوازن المنازل، لأنه إذا كان لدي ما هو أثقل مما لدى جاري سيرتفع منزله، وهذا يجعلنا في تواصل دائم مع الجيران، أو عندما يضع أحدهم بيانو فسيؤثر هذا على منزل جاره. ربما ليست مشكلة حقيقية، لكنها مناسبة للحديث عنها وقت الشواء. نوعية المياه جيدة، والأسماك تشعر أيضاً بالراحة بين المنازل، لكن عند هبوب رياح عاتية تتأرجح المنازل. مركز الجاذبية في الأعلى، فالمهندسون المعماريون يحرصون على تأمين الثبات لهذه المنازل. عند هبوب العواصف يمكن التعرف على مدى القوة التي يواجهها، وأسأل أحياناً إلى متى سيصمد. عمره الآن يبلغ 10 سنوات، ولست متأكداً ما إذا كان سيعمر 100 سنة. العواصف أدت إلى حدوث تصدعات في المنزل، وصيانة المنازل العائمة أكثر صعوبة من صيانة المنازل على اليابسة، لهذا تم اعتماد معايير بناء مختلفة تسمح باستبدال الأجزاء أو إصلاحها أو إعادة تدويرها. ما مدى سلامة العيش فوق الماء؟ في معهد مارين الهولندي للأبحاث تمكن العلماء من محاكاة ظروف مناخية بالرياح والأمواج لاختبار ما إذا كانت الألواح الشمسية فوق المنازل العائمة قادرة على الصمود على المدى البعيد. أولاف فالس يعلم كيف يمكن مواجهة الظروف البحرية القاسية. ما نعرفه من خلال تطور عمل منصات الحفر البحرية أنه تقنياً يمكن عمل الكثير. هناك منصات يمكنها الصمود في مواجهة الأعاصير. في هذا الحوض يمكننا محاكاة الأمواج والرياح التي تسبب الأعاصير، وهي الطريقة التي يمكننا من خلالها معرفة ما إذا كانت المنصات العائمة قادرة على الصمود. تقنياً يمكننا فعل الكثير لتحقيق ذلك، لكن علينا أخذ التكلفة بعين الاعتبار. كما يتم هنا أيضاً اختبار نماذج للجزر العائمة، فالمباني الموضحة هنا على شكل متوازي مستطيلات يجب أن تكون آمنة فوق المياه، وإلا سيصاب السكان بدوار البحر. علينا إيجاد مرونة بين أدوات الربط تسمح ببعض الحركة عند هبوب عاصفة قوية، وذلك للتخفيف من تأثير الرياح داخل الجزيرة. الربط المتين قد يكون ميزة ويساهم باستقرار المنصة فوق الماء، لكن متانة الربط تلك معرضة لرياح عاتية داخل الجزيرة العائمة.
نظام الألواح الشمسية العائم هذا يمكنه المساهمة مستقبلاً بإمداد المدن العائمة بالطاقة. عرض اللوح الشمسي 25 متراً وارتفاعه 7 أمتار، ما يكفي لمرور الأمواج من تحته. وستتم تجربته بين توربينات الرياح على بحر الشمال. بحر الشمال المفتوح قد يمثل تحدياً للمدن العائمة أو البنى التحتية. القوة التي تسببها الرياح والأمواج في بحر الشمال هائلة، ما يتطلب المزيد من سلاسل الإرساء لضمان استقرار الجزيرة العائمة. يمكن هنا الاستعانة أيضاً بحلول هجينة، فبحر الشمال ليس عميقاً جداً، إذ يمكن بناء أسس رملية اصطناعية وصخور للتخفيف من تأثير قوة الأمواج. بتقنيات اليوم سيكون إرساء جزر عائمة في بحر الشمال بدون جدار واق مكلفاً جداً، وكذلك بناء أحياء صغيرة عائمة في محميات مائية بشكل أكثر فعالية. لكن هناك تطور في تقنيات البنى التحتية المرنة، وللتو بني مطار عائم في كوريا الجنوبية. لا ينبغي علينا الانتظار طويلاً بإجراء الأبحاث، فمشاريع البنى التحتية الهولندية الكبيرة استغرق تحقيقها من 40 إلى 50 سنة. سبق ذلك بحوث ضرورية كثيرة. الآن علينا البحث عن حلول لعام 2100. عادة ما تتبع المدن الألمانية استراتيجيات الحماية القديمة، كزيادة علو السدود أو بناء أسوار للأنهار، وهو ما أدى في هامبورغ إلى ضيق مجرى نهر إلبي بعد عمليات البناء وفيضانات عام 1962، كما أدى ذلك إلى تضاعف في المد والجزر، وتضاعف معه خطر الفيضانات. كان من الأجدر الإبقاء على مساحات كافية لمجاري الأنهار، ما يجعل الحياة فوق الماء أكثر أمناً على المدى الطويل، كما تقول البروفيسورة أنتيه شتوكمان. المسألة الأولى هي التفكير بكيفية استخدام اليابسة وعزلها، وكيف يمكننا تغيير ذلك من خلال أساليب بناء تسمح بمزيد من توفر مساحات للمياه، وأن ننشئ مناطق للفيضانات، وأن نصممها بشكل يسمح لنا ببناء مساكن تتوافق مع الفيضان وما بعدها، أو أن ننشئ حديقة تغمرها مياه الفيضان ثم تعود حديقة كما كانت من قبل، أو من خلال بناء بيوت فوق التلال. هناك العديد من الاستراتيجيات التي تحتاج للتفكير بها، وفي اليابسة أيضاً. هل يجب تخصيص مساحات أكبر للفيضانات في اليابسة والاستفادة منها بشكل إبداعي؟ المقاهي العائمة على نهر إلبي كهذا المقهى لا تزال نادرة، لكن بناءها سهل. وحول قنوات أمستردام الداخلية تنتشر مساحات البناء على اليابسة. وبدلاً من مرونة المباني العائمة، لا يزال التركيز في ألمانيا وهولندا على المزيد من الثبات. في جزر المالديف أيضاً يتم ضخ المزيد من الأسس الصخرية بجوار العاصمة. هولو مالي واحد من أضخم مشاريع البناء في العالم لمواجهة التغير المناخي وتأمين المزيد من مساحات السكن. إلى جانب ناطحات السحاب المكونة من 24 طابقاً، هناك حي راقٍ. السكان المحليون يطلقون على الجزيرة الصناعية اسم جزيرة الأمل، فهي ترتفع مترين عن سطح البحر، فيما 80% من المالديف أقل من متر واحد. اليوم يمكن لمئة ألف شخص السكن بأمان دون تهديد من ارتفاع سطح البحر، لكنه بالنسبة لنا سلاح ذو حدين، فكسب المزيد من الأراضي يهدد نظامنا البيئي الهش. لكن أين سنذهب عند حدوث الفيضانات؟ فبلدنا مسطحة. عواقب استخدام الأسس الصخرية لمشروع هولو مالي أصبحت أكثر وضوحاً، فالشعاب المرجانية تختفي بسبب تسرب النفايات، كما أن رواسب البناء تمنع الشعاب من التنفس. مدير المدرسة السابق أحمد سعيد لم يعد يتعرف على الشعاب كما عهدها في طفولته، فقد كانت موطناً لأنواع مختلفة من الأسماك. شعاب مرجانية ميتة في كل مكان. في الماضي كانت مساحات ملونة من الشعاب، ماتت جميعها.
أحوال الطقس السيئة أيضاً تتسبب بابيضاض الشعاب المرجانية، إلا أن الكثير منها تكسر بسبب عملية جرف. المرحلة الثانية من بناء مشروع هولومالي لم تكن دقيقة، فهنا عاشت الكثير من الأسماك، ماتت جميعها الآن. 75% من الشعاب المرجانية تلاشت في المالديف، والسبب الرئيسي هو مواسم الحر الشديد، لكن أيضاً بسبب الأسس الصخرية. سعيد يشكو من عدم تنوير السكان بشكل كافٍ، فمخططو مشاريع المدن العائمة وعدوا بعدم الإضرار بالنظام البيئي الهش. نحن بحاجة الآن للمدن العائمة وبنى تحتية عائمة وتقنيات عائمة بشكل واسع وبأسعار مناسبة في المالديف. لا يمكن لجزر المالديف الانتظار أكثر، وتجرى مباحثات مع الحكومة منذ عام 2008، إلا أن مشروع المدينة العائمة التجريبي لم يقر حتى اليوم. المدينة العائمة اليوم هي الحل الأفضل، فنحن لا نريد مبانٍ ضخمة كالتي نراها بعيدة هناك في الأفق، كما أننا لا نريد اكتظاظاً سكانياً يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، تماماً كما نرى في دول أخرى. ألمانيا لا تواجه تحديات كالتي تواجهها المالديف، فالمشكلة هنا هي أن الجميع يريدون العيش في المدن ولا أحد يجرؤ على السكن فوق الماء، كما لا يوجد مخطط لبناء مدن عائمة. هل من المجدي أن نذهب إلى البحر أو النهر لبناء مدينة جديدة؟ أم الأجدر أن نختبر كل قطعة أرض قبل استخدامها؟ ونجعل منها منطقة فيضانات ونبني فوقها بيوتاً زراعية ونفكر في الأمر كيف يمكن الاستفادة من أراضٍ تغمرها المياه، أم أن ندع الأمور على حالها ونتجه للقيام بمشاريع إضافية على الأنهار؟ ليس فقط المباني السكنية يمكن بناؤها في مناطق الفيضانات، بل الحقول الزراعية أيضاً، أو جعل البحر على أعتاب البيوت كمصدر غذائي للمنازل العائمة أو التقليدية في المدينة. فالاستزراع المائي المحلي يحمي من الصيد الجائر. عالمة الأحياء مارتينا مول وزملاؤها يقومون بالبحث في الاقتصاد الدائري المستدام في مزرعة كيل البحرية. لو فكرنا بالمستقبل وتصورنا أننا نعيش فوق المياه ونعمل بتربية الأحياء المائية أمام عتبة المنزل، حينها يمكنني تصور تربية الأسماك هناك وزراعة الطحالب أيضاً. أتحدث هنا عن كميات كبيرة، فعندما ننتج طناً من الأسماك سيكون بمقدورنا إنتاج 7 أطنان من الأصداف وكذلك من الطحالب. العناصر الغذائية هنا تؤمنها الأسماك عبر الطعام والإفرازات، وهكذا تكتمل دورة نظام بيئي. في أحد المشاريع التجريبية تتم زراعة الطحالب ومعالجتها، فاصلة السكرين العريضة لا تعمل على تحسين جودة مياه بحر البلطيق فحسب، بل تحتوي أيضاً على البروتينات، والإقبال عليها من قطاع الصناعات الغذائية كبير. الطحالب صحية جداً، ويمكن وصفها كمادة غذائية أساسية، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، ويمكن تناولها نيئة أو مقلية. أقوم بغسلها قبل تناولها، هي مالحة بعض الشيء ولكن طعمها لذيذ جدا. الطحالب تنمو تلقائيا بعد زرعها، ومزرعة الأصداف عامل مساعد لبحر البلطيق لأن صدف بلح البحر ينقل الكثير من العناصر الغذائية من المياه. أصداف البحر لا تخصب ولا غذاء معين لها، بل تبتلع كل ما يسبح في بحر البلطيق وتمضغ أثناء التنفس، وكل صدفة تنقي في الساعة من 2 إلى 3 لترات من الماء. ولإنقاذ بحر البلطيق من الإفراط في الأخصاب،
هناك حاجة إلى 6000 مزرعة كهذه لتنقية كافة العناصر الغذائية التي تجرفها الأنهار وتصب في سواحل شليسفيغ هولشتاين على بحر البلطيق، وهذا ما يصعب تحقيقه. الأمر مختلف في النظام المغلق لمزرعة القريدس هذه، فتنظيم الإمداد بالغذاء بشكل مستقل بعيداً عن البيئة المحيطة لا يثقل كاهلها، فالقريدس يسبح في مياه البلطيق التي تتم تدفئتها بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي. من خلال مشروع بحثي يتم تنقية المياه بواسطة أحواض النباتات لتصب ثانية في البحر دون تلويثه. الميزة الكبيرة لهذا النظام الدائري هو أنه لا يأخذ دورة المياه بعين الاعتبار فقط، بل العناصر الغذائية التي تحملها أيضاً، وسيان إن كان ذلك في مدن عائمة أو في الصحراء. المهم هو أن هذه التقنية تفتح مجالات حياتية واسعة. مالي لا تتمتع بالاكتفاء الذاتي، فهي تستورد تقريباً كل شيء من الفاكهة والخضروات وغيرها، والأمر لن يكون مختلفاً في مدينة عائمة. أسس الحياة في المالديف تعتمد على صيد السمك والسياحة المرتبطة مباشرة بشعاب مرجانية صحية التي تتعرض اليوم للموت بسبب التحول المناخي والجزر الصناعية. المدن العائمة يمكن أن تكون هنا مخرجاً لهذه الأزمة البيئية. أعتقد أنها البداية، وسيتبعها المزيد من المدن العائمة. المدن المئة الأكبر تقع على السواحل، وستبدأ باستغلال المساحات المائية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من المرونة وسيمكننا من البناء بشكل مستدام، لأننا لن نستهلك المزيد من الطاقة وسنتفاعل مع التطورات المستقبلية. وزيرة البيئة شاونا تشكك في ذلك، فهل بناء المدن العائمة على نطاق واسع ممكن لمواجهة التغير المناخي؟ على أي حال، الاستسلام ليس حلاً. هذه كلها أفكار مثيرة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة. يمكننا تحقيق ذلك سوياً. لقد خرجنا للتو من جائحة، وتمكنا خلال 6 أشهر من تطوير عقار استثمرنا فيه مليارات الدولارات. المشكلة ليست بقلة المال أو التقنيات، بل بالإرادة السياسية وفهم ما تمثله أزمة المناخ من مخاطر. الكثيرون يبحثون عن حلول إبداعية لمواجهة تهديدات التغير المناخي ومن أجل العيش بشكل أكثر استدامة مع الطبيعة. المستقبل القريب سيبين فائدة المدن العائمة. فجزر المالديف ونظامها البيئي الهش ما هي إلا مختبر للعالم.